علي يا جماعه الاخوان، علي يا جماعه الاخوان. هنا يا ابني مكتوب ايه؟ علي يا جماعه الاخوان، علي يا جماعه الاخوان. اهو كده، ادي بقى الاخبار اللي تفرح على الصبح. ليه؟ قول بقى ايه الاخبار. اقرا يا استاذ وسمعنا. في مؤتمر الصحفي الموسع اقامه انور السادات عضو مجلس قياده الثوره، اعلن فيه انه يجري على جماعه الاخوان المسلمين قانون حل الاحزاب السياسيه. هو ده الكلام. وقد قلم نصه ان نفرا من الصفوف الاولى في هيئه الاخوان ارادوا ان يسخروا هذه الهيئه لمنافع واطماع ذاتيه، مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءه وحماس الشباب المسلمين، ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن او لدين. لقد اثبت تسلسل الاحداث ان هؤلاء النفر من الطامعين استغلوا هيئه الاخوان والنظم التي تقوم عليها الهيئه لاحداث انقلاب في نظام الحكم تحت شعار الدين.